الانتقال السياسي شرط أساسي لعودة السوريين إلى بلادهم. لنتابع التقرير. في اليوم العالمي للاجئين لا يزال نحو 13 مليونا و400 ألف سوري بين نازح ولاجئ غير قادرين على العودة الآمنة إلى مناطقهم وسط غياب أي حل أو انتقال سياسي نحو الديمقراطية بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. الشبكة أكدت في تقريرها أن بعض الانتهاكات التي وصفتها بالفظيعة من معظم أطراف النزاع والقوى المسيطرة التي ترتكب بحق المقيمين في سوريا ما تزال مستمرة، حيث طالت أيضا لاجئين عادوا بسبب الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء التي تجبرهم على العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية غير الآمنة. التقرير قال إن بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد أواخر أيار مايو الماضي، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات أثبتت أن الحكومة أفرجت عن قرابة 539 شخصا فقط من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في جميع المحافظات السورية. وبحسب التقرير فإن محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، من ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين بينهم سوريون إلى رواندا رغم أنها بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وحث تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان حكومات الدول التي تستضيف لاجئين سوريين على التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل لأن ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديداً للاستقرار المادي، داعياً المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لاتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على تلك الحكومات التي قال إنها تتلاعب باللاجئين وفقاً للمصالح السياسية الداخلية. وعلى النقاش أكثر حول هذا الموضوع من تركيا وتحديدا من هاتاي الأستاذة سمية الحداد مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذة سمية على شاشة اليوم. يعني كان هناك تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان حول أوضاع اللاجئين، الدول التي تضغط على اللاجئين وتستخدم حجج. لنبدأ من الحجج، ما هي الحجج التي تتذرع بها الدول للضغط على اللاجئين وإعادتهم إلى سوريا، وما هي الدول الأكثر ضغطا على اللاجئين السوريين؟ مساء الخير. مساء النور. موضوع اللاجئين صحيح هناك اللاجئون السوريين في معظم المناطق يتعرضون لضغوطات في سبيل محاولة إعادتهم، وذلك نتيجة ما يتم الترويج له في سوريا من عملية من انخفاض وتيرة العمليات العسكرية ومرات عودة اللاجئين وما إلى ذلك من مراسيم عفو يطلقها النظام بين الحين والآخر للترويج إلى أن الأوضاع في سوريا باتت آمنة وباتت مؤهلة لعودة هؤلاء اللاجئين، رغم أن جميعا نعلم أن هذه الأمور لا يقصد من وراءها لا يهتم بعملية هو من قام بتشريدهم، ولكنه يهتم فقط بعملية تمويل عمليات إعادة الإعمار لديه. طيب دعينا نتحدث عن أو نقيم اليوم أوضاع اللاجئين السوريين. تقريبا أكثر من 6 مليون لاجئ سوري حول العالم في أكثر من 127 دولة عدا عن النازحين في الداخل السوري. إذا ما قيمنا خلال السنوات سنوات الأزمة السورية، قيمنا أوضاع اللاجئين السوريين والضغوطات التي تعرضوا لها، هل هي تزداد أكثر في مناطق معينة دون عن أخرى؟ صحيح، في بعض المناطق ضغط عليهم في سبيل إعادتهم إلى سوريا أو التوقف عن استقبالهم، ولكن في الحقيقة هم دائما نحن نقوم بعملية التواصل مع حكومات هذه الدول وتوضيح أن سوريا ليست بالبلد الآمن. فنحن حتى هذا شهري لدينا حصيلة ضحايا داخل سوريا على يد قوات النظام السوري. عمليات الاعتقال لم تتوقف، عمليات التعذيب لم تتوقف، العنف لم يتوقف، عمليات التجنيد أيضا لم تتوقف في داخل سوريا، وبالتالي هي ليست بلد آمن وليست مؤهلة لعودة هؤلاء اللاجئين. يعني حتى لدينا عمليات توثيق لاعتقال أشخاص عادوا من خارج سوريا من مطلع عام 2014 حتى حزيران 2022 في عندنا ما لا يقل عن 3,057 حالة اعتقال في
244 طفل و203 سيدات. هؤلاء تم الإفراج عن جزء منهم، لكن بقي 1183 منهم معتقلون، ومنهم 813 قد تحولوا إلى وضع الاختفاء القسري، إضافة إلى 72 حالة عنف جنسي مورست ضد هؤلاء اللاجئين في المدة ذاتها. يعني مراسيم العفو أيضا التي يطلقها النظام ما هي إلا مراسيم وهمية وشكلية، فحتى عمليات المرسوم العفو التي صدر مع بداية الشهر الماضي لم نتمكن من تسجيل إلا ما قرابة 539 شخص تم الإفراج عنهم. هؤلاء بينهم كان 61 سيدة و16 شخص. هؤلاء الأشخاص في ما كان لا يجب أن يتم اعتقالهم، يعني 158 منهم هم أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبل اعتقالهم، ومنحهم النظام تعهد بوجب هذه التسوية بعدم التعرض لهم، ومع ذلك تم اعتقالهم. وأيضا حتى يعني بعد إصدار مرسوم العفو لم يتوقف النظام عن اعتقال المواطنين السوريين، وقام باعتقال قرابة 57 مواطن سوري منذ إصدار مرسوم العفو لحتى اليوم. طيب، يعني بالحديث عن سوريا الآمنة أو الأمان في سوريا أو عودة الأمان اليوم، من يحق له بأن يوصف بأنه سوريا آمنة أو عاد الأمان إلى سوريا؟ من يحق له بأن يوصف الوضع إذا كان آمن أم لا؟ جميعا نعلم أن الوضع آمن ولن يكون يحدث سياسي. والإفراج عن جميع المعتقلين وتوضيح أوضاع المختفين قسريا لدى هذا النظام، وتسليم جثامين من يقال أنهم تم قتلهم بسبب التعذيب، بالإضافة إلى ذلك رد حتى الممتلكات التي تم نهبها من قبل النظام السوري، حيث نعلم جميعا أن هذا النظام أيضا قد استولى على ممتلكات جميع المهجرين. عملية التحديد أن سوريا بلد آمن تحتاج إلى عملية انتقال سياسي من كل بد. أستاذة سميرة، أستاذة سميرة هل تسمعيني؟ أسمع سمية. نعم، عفوا سمية اعذريني. طيب أستاذة سمية، يعني اليوم بعض البلدان تتضرع بمشاكل اقتصادية وأخرى، يعني حتى ذكرتم بريطانيا ومحاولة ترحيل اللاجئين ومنهم السوريين إلى رواندا. البعض يركز على الآثار السلبية للاجئين السوريين والتكاليف التي يتحملونها، لماذا يركزون على جوانب السلبية؟ ألم يضيف اليوم اللاجئين أو اللاجئون السوريون أي يعني نقاط إيجابية إلى الدول المضيفة؟ هلا جميعنا نعلم في معظم الدول التي تستضيف السوريين هناك يعني يتم استخدام اللاجئين كورقة سياسية للتناحر بين الأطراف السياسية داخل هذه البلد. فالمواطنون السوريين وجودهم في معظم البلدان أطفى شيء، سواء على الصعيد العلمي الاقتصادي حتى على الصعيد السياسي. يعني موضوع التحجج بأن هؤلاء يشكلون عبئا ماديا على تلك الدول ليس بالأمر الدقيق وليس السليم في جميع الدول. طيب، أيضا نقطة أخرى اليوم بالنسبة للاجئين السوريين، من يعود؟ ما هي الظروف التي تدفع اليوم اللاجئين السوريين للعودة؟ للأسف فإن عودة لبعض اللاجئين الدول الجوار من الأردن ولبنان، ولكنهم لا زالت تشكل نسبتهم نسبة قليلة. فعمليات التضييق التي يتعرضون لها وعمليات الوضع الاقتصادي المتردي الذين يعيشون هم يجعلهم يعني يغامرون بالعودة إلى سوريا في مقابل أن يؤمنوا بعض العيش الكريم لأولادهم، ولكنهم للأسف يتعرضون لعمليات التضييق التي سبق وذكرناها، ويتعرضون لعمليات الاعتقال. يعني هم بين نارين يكونون، بين نار البقاء في دول الاغتراب أو مهجر خلينا نسميها، وبين العودة إلى سوريا. ففي كلا الحالتين هم يتعرضون لعمليات تضييق شديدة. طيب، أيضا ذكرتم في تقريركم أستاذة سمية بأنه دعيتم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأنه يكون لهم موقف واضح تجاه ما يحدث من ضغوطات على اللاجئين السوريين، موقف يكون يعني علني. لماذا برأيكم ليس إلى اليوم هناك موقف علني وواضح تجاه ما يحدث من ضغوطات بمختلف الدول حول العالم تجاه اللاجئين السوريين؟
هي العملية يعني يجب أن تكون هذه السلطة يعني سلطة لإحقاق هذه القوانين يمتلكون هذه السلطة، هم يقومون بعمليات نشر إحصائيات لوضع اللاجئين لأماكن وجودهم، ونحن نقوم كمنظمات حقوقية بالتواصل مع حكومات هذه الدول بشكل متواصل بشكل دائم إطلاعهم على هذه الإحقاقات يعني في سبيل الضغط عليهم وأخذ أي إجراءات بحق هؤلاء اللاجئين. طيب، رغم التهديدات اليوم التي يسمعها السوريون حول إعادة اللاجئين السوريين، ترحيلهم قسريا، حتى ممكن ترحيلهم إلى مناطق مثل رواندا، ترحيلهم إلى مناطق ممكن يعني تعتبر مثلا بالنسبة لهم آمنة، فكرة اللجوء بطريقة قانونية أو غير قانونية أو هجرة غير قانونية ما تزال حاضرة في أذهان السوريين، لماذا برأيك؟ يعني إلى الآن ما زال السوريين يحاولون الهجرة خارج سوريا. نتيجة ما يتعرضون له داخل سوريا سواء داخل مناطق سيطرة قوات النظام السوري أو خارج هذه المناطق، عمليات تضييق من أطراف السيطرة على السوريين تدفعهم إلى الهجرة سواء كانت شرعية أم غير شرعية، ومن المطلوب من الدول التي يلجأ إليها هؤلاء اللاجئون استقبالهم وفق القوانين الدولية، فهم هاربون من بطش ومن ظلم ومن مخاطر قد تودي بحياتهم. أستاذة سمية؟ نعم. نعم، طيب نلاحظ بأنه كل مرة يكون هناك حديث عن ترحيل اللاجئين السوريين تزداد حملات الكراهية أو خطاب الكراهية، يعني اليوم السيناريوهات حول التصرف بعنصرية أكبر تجاه اللاجئين السوريين إلى أي مدى ستصل؟ لا نعتقد أن تتفاقم الأمور وتصبح أسوأ بكثير مما هو عليه الوضع حاليا، كما سبق الأستاذ هي العملية عملية يعني ورقة سياسية للاجئون في جميع دول العالم يتم التلاعب بها، يعني حتى على صعيد المساعدات الإنسانية أيضا هي عملية ورقة سياسية يتم تحقيق مآرب، كل طرف يحاول أن يحقق مآربه عن طريق التلاعب بموضوع اللاجئين، ربما الأبرز هو موضوع اللاجئين السوريين، لكن عموما في دول أوروبا يتم يعني العمل على موضوع اللاجئين عموما، ولكن كون اللاجئين السوريين هم الفئة الأكبر بالوضع الحالي فيتم الحديث عنهم بشكل أبرز، يعني لأنهم أكبر عدد من اللاجئين حول العالم يعتبر هم السوريون. طيب، بالعادة هذه التصريحات أو الحملات تجاه محاولة إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا كيف تؤثر على وضع السوري الذي يعيش في دول الاغتراب إذا استطعنا الوصف؟ بعضهم يعني مرحلة من الأمان ويستطيع يعني استطاع تأمين مستلزمات حياته وبعض الاستقرار في مناطق، وبعضهم من يعيشون ضمن يعني فين نقول سواء في وضع مخالف أو في وضع مقلق، هم من يعني يعيشون في حالة قلق وتخوف من عمليات إعادتهم إلى سواء الدول التي قدموا منها أو إلى سوريا. نعم، أكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر من تركيا الأستاذة سمية الحداد مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من حديث.